السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إن شاء الله في الفيديو دوت ناس كتير طلبت مني إن هي نفسها تدرب فرد حمام، نفسها الحمام ياخد عليها، نفسها الحمام ياكل من إيديها. فبإذن الله في الفيديو دوت أنا هحاول مع فرد حمام، وهحاول إن شاء الله هعمل كام فيديو كده إن شاء الله لتدريب فرد حمام إن هو ياخد علينا. طبعا أنتوا شفتوا عندي فرد حمام نفاخ، فرد الحمام دوت هو متعود عليا، بندهله بيجيلي وبيقف على إيدي وبيقف على كتفي وبيقف على راسي. وطبعا في فيديوهين لي على القناه عندي او 3 فيديوهات لي على القناه عندي، وطبعا بيتخرج بيه بره الاوضه وبقى بيطير ويرجع لي عادي، ما فيش اي مشاكل، ما بخافش عليه وما بقلقش عليه لان هو دلوقتي متعود عليا جدا جدا. فعشان تختار فرد حمام تعمل معاه كده، لازم فرد الحمام اللي انت تختاره ده يكون جريء. يعني ايه فرد حمام يكون جريء؟ يعني هقول لك، فرد الحمام ده لازم لما تيجي تمدله ايدك تلاقيه ما بيخافش ويكش وياخد له جنب. لا، انا عايز فرد الحمام لما تيجي تمدله ايدك وهو جوه العين بتاعته او جوه السلاكه اللي هو فيها، تلاقي فرد الحمام بيجي عليك وعايز يضربك، عايز يعضك، عايز الكلام ده. ده فرد الحمام الجريء اللي ينفع ان هو يتدرب، تمام؟ انما فرد الحمام اللي بيخاف ياخد له جنب ده صعب جدا ان انت تدربه. فهوريكم انا دلوقتي فرد حمام ينفع يجي منه في التدريب، وهوريكم ازاي بنختاره. عن يعني هنشوف اغلبيه الحمام ونشوف الفرد الحمام الوحيد اللي ينفع ان احنا ندربه ليه، واوريك السبب اللي يخليك تاخده تدربه، وان هو دوت فعلا هيجي يوم من الايام ينفع ان هو فرد حمام يسمع كلامك وتدربه وياخد عليك والكلام دوت ازاي. يلا بينا نشوف مع بعض كده، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. نفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف دول هم جوز حمام هم مع بعض. بص كده خايفين، هم بتمد ايدك كده، الحمام خايف واخد جنبه، تمام؟ ممكن يضرب بس هو بيضرب بدافع الخوف، تمام؟ نسيبنا من ده، تمام؟ هوريكم بقى اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. شايف ده كده؟ ده بيخاف اهو، بيضرب اهو، ده بيهاجم. بيهاجم واخد جنب، نشوف بقى ده، ده اللي يجي منه. بص فرد الحمام واقف كده مش خايف مني، وبيزوم وهو واقف مكانه، ده لسه زغلول اهو. ده كده زغلول لسه صغير لسه ايه؟ اهو، بص ده يجي منه. فرد الحمام اللي يجي على ايدك كده وما يخافش من ايدك ويعضها، ده فرد حمام ينفع ان انت تقول انا هدربه، وينفع ان هو فعلا يتدرب ويجي في يوم من الايام يبقى يثق فيك وياخد عليك ويسمع كلامك بعد كده. اهو ده فرد حمام ينفع يتدرب. تعال، بس لازم تخلي الحمام بقى ياخد 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 ثقه فيك. ازاي ياخد ثقه فيك؟ ان هو يبقى واثق ان انت مش هتأذيه، وان هو مهما عمل او انت مهما عملت ورخمت عليه، دخلت ايدك جوه، مسكته من بقه، مسكته من جناحه، عملت اي حاجه، مسكته من رجله، فرد الحمام عارف ان انت مش هتأذيه، فبيعمل كل دوت وهو واثق في نفسه وعارف ان انت مش هتعمل له حاجه. تعالى كده هنشوفه مع بعض. التاني ده خايف، التاني ده بص كده، ده دافع الخوف، بيخليه يضرب وهو بيرتعش كده وبيرجع لورا. احنا عايزين فرد الحمام ايه؟ ياخد ثقه ان هو يتقدم ناحيتك ويهاجمك هو، مش انت اللي تهاجمه، عشان لما بتهاجمه انت بيخاف. لازم ايه؟ بص فرد الحمام، شفت لما في ناس كده لما تيجي بتدرب الكلاب الصغيره بيحاول ايه؟ ان هو يخوف الكلب، او مش يخوف الكلب، يهوش الكلب ويرجع هو لورا ويعمل نفسه خايف. لما بتعمل كده الكلب بياخد ثقه في نفسه وبيعرف ان هو كده مخوفك، تمام؟ احنا عايزين نعمل كده مع فرد الحمام. فرد الحمام لما ياخد ثقه في نفسه بيعرف ان انت بالنسبه له امان، مش حاجه تخوف، فانت ممكن تشده ناحيتك وبعد كده تخاف انت وترجع لورا. يعني انا ايدي اهي، شد فرد الحمام كده ناحيتي اهو، وانا ارجع لورا هو هيفضل ايه؟ يتقدم هو ناحيتي، مش يرجع. عايز بس اثبت الباب ده عشان ايه؟ كل شويه بينزل لوحده. تعال، بعدين بقى يوم ورا يوم هتلاقي فرد الحمام ده لما بتيجي تمدله ايدك بقى عارف خلاص ان انت بالنسبه له ما بتخوفوش، وان هو بيخوفك وبيخليك تبعد عن العين بتاعته وتطلع لبره، فبيبدا ان هو يهاجمك ويطلع ناحيه الباب. من هنا ممكن بعد كده تقدر ان انت تطلع فرد الحمام بره السلاكه وتوقفه على ايدك وتلعبه بايدك الثانيه، وانا هحاول اعمل معاه كده دلوقتي وهشوف، يمكن لان انا دي اول مره احاول معاه، يمكن نلاقي فرد الحمام بيستجيب فعلا ان هو يقف على ايدي وما يبقاش عايز يهرب من على ايدي او خايف، ونشوف ان شاء الله ده دلوقتي. يلا مع بعض.
شفنا فرد الحمام وهو جوه السلاكة، فرد الحمام بيهاجم وبيضرب وبيعض. احنا عايزين بقى ناخد فرد الحمام ده نخليه ياخد ثقة في نفسه اكتر، فهنعمل معاه الموضوع ده كذا مرة الاول، هنعمل معاه الموضوع ده كذا يوم وهو جوه السلاكة، نحاول ننكشه ونلعبه بتاع، نجوعه ونحط له الاكل في ايدينا برضو، دي حاجة مهمة. تجوع فرد الحمام يعني مثلا حط الاكل النهاردة الصبح وشيله بعد نص ساعة او ساعة، وسيبه لحد تاني يوم الصبح وتعالى انت حط له شوية اكل في ايديك، هيبدأ في ان هو يقرب من ايدك وممكن ياكل وممكن ما ياكلش. حط له الاكل في طاجن عادي، وتاني يوم حاول مع نفس النظام. الموضوع يا جماعة عايز شوية وقت، عايز يعني ما تيأسش ما تزهقش، حاول معايا لو انت ليك مزاج. اصل الموضوع ده يا جماعة مزاج، هو مزاج يعني، احنا هي ما فيهاش ميزة بس هي فيها مزاج. انا مزاجي ان انا يبقى عندي فرد حمام متدرب واخد عليا وبيسمع كلامي، فلازم اتعب معاه، هحاول معاه مرة وهحاول معاه التانية وهحاول معاه التالتة لحد ما فرد الحمام يبدأ ياخد عليا ويجي يقف على ايدي وياكل من على ايدي والكلام ده. مجرد ما ياكل من على ايدك وخد فيك، خد ثقه من ناحيتك وبقى يقف على ايدك، مثلا تقف على ايده وتلعبه باليد التانيه هيبدا ياخد عليه. فانا اوريكم فرد الحمام النفاخ اللي واخد عليا دلوقتي بيعمل ايه، وبعد كده حاول مع الفرد التاني يمكن يجي منه. ده فرد الحمام الشهير بالوحش ده واخد عليا، ده فرد حمام بيسمع كلامي، بيقف على كتفي، بيقف على اهي. بص دي اهم حاجه فيه، فرد الحمام مجرد ما عمل معاك كده واقف على ايدك، يعني بص انا موقف على ايدي اهو، مجرد ما فرد الحمام يقف على ايد وتلعبه باليد التانيه ويستجيب للعبك، تمام، يبقى ده كده فرد حمام خلاص واثق في نفسه وعارف ان انت بالنسبه له مش هتاذيه، وعارف ان هو خلاص كده، دي كده حاجه طبيعيه مش خايف بقى خلاص. ممكن دوت مع الوقت تعوده على الاكل ان هو يجي لك ويقف على ايدك عشان ياكل من على ايدك والكلام ده. فدلوقتي دوت خلاص، ده احنا عارفين كده واخد عليا اهو، واقف هنا تمام اهو، ده كده واخد عليا وعادي مفيش بالنسبه له مشكله، ومش عايز يهرب مني ولا عايز ينزل على الارض ولا الكلام ده. فاحنا هنجرب بقى مع فرد حمام اللي انا لسه موريه لكم، اللي هو الشاب الصغير. ننزل ده على الارض، اهو يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو عشان اول مره ايه طلعه، هو مش واخد على ان حد يمسكه، ده فرد حمام مش واخد على ان حد يمسكه. اول حاجه خلي فرد الحمام يقف على ايدك كده، طالما فرد الحمام واقف على ايدك كده هيبدا يثق فيك. لعبه بقى ايه وهو واقف على ايدك، في الاول يبقى خايف عادي، ان هو اول ما تيجي تلعبه في الاول يبقى خايف ويطير منك كذا مره والكلام ده. احنا عايزين بس نكسب ثقه ان فرد الحمام يقف على ايدينا من غير مشاكل، تمام. هتبدا تحسس فرد الحمام بالامان، حاول تلاقي فرد الحمام كده انكشه، يعني اللي هو ايه، خلي فرد الحمام يستجيب مره مره ورا مره، يتعود ان هو يقف على ايدك. طالما بدا يقف على ايدك كده هتبدا من هنا ان انت تخليه يثق فيك، تمام. بعد كده ممكن تحاول توقفه على كتفك، ممكن يقف وممكن برده يبقى عايز يطير من على كتفك وينزل، فبرده ديت حاجه هتيجي مع الوقت واحده واحده هتخلي اهو فرد الحمام لما توقفه كده، مجرد ما يقف شويه هيعرف ان كده بالنسبه له حاجه عاديه، ان دي بالنسبه له انت موضع ثقه بالنسبه له، مش هيخاف منك. يبدا في ان هو يقف مره ورا الثانيه، يقف 5 دقائق ولا دقيقتين ولا 3 دقائق، يبدا يعرف ان انت مش هتضره، تمام. فمن هنا هتبدا ان انت، هو عارف ان ده كده المكان هو ممكن يقف فيه عادي، وان انت بالنسبه له حد مش حد يخوفه، كأن مثلا طنجر في الباب بتاعه وهو اتعود يروح يقف عليه. فمره ورا مره ورا مره لما توقفه على الطنجر ده، بعد كده مجرد ما بتحط له الطنجر هو بيروح يقف عليه اوتوماتيك. فانا دلوقتي بعوده يقف على كتفي مره ورا مره ورا مره لحد ما يتعود ان هو كتفي بالنسبه له حاجه عاديه، امان، ما يخافش منها ويجي يقف عادي. ده الشاب الصغير مش الذكر اللي واخد عليا، ده مش الوحش، ده شاب صغير زغلول لسه عليه 8 ريشات، تمام. دوت انا اول مره اوقف على كتفي عشان برضو محدش يفكر، اهو ده بشروال التاني مخروط، ده بشراويل اهو التاني مخروط، ده شاب عليه 8 ريشات اهو، تمام، ده شاب عليه 8 ريشات، تمام يا جماعه، ده شاب صغير عليه التامنة اهو 8 ريشات اهو. ده انا اعمل له فيديو وانا شارح عليه ازاي تعرف الحمام عليه كام ريشه. فانت دلوقتي بتعود فرد الحمام ان هو ياخد عليك، توقفه على كتفك انت بايدك، مجرد ما اتعود وخد ثقه ان كتفك ده بالنسبه له امان، وان انت ايدك برضو بالنسبه له امان،
مع الوقت بقى انت هتعوده، التاني بيقعد في رجلي اهو، عشان برضو مفيش حد يفكر ايه ان انا بضحك عليكم اهو. التاني اهو ده اللي متدرب، ده من هو زغلول صغير زي ده كده، كنت بدربه ان هو يجي يقف على ايدي ويقف على كتفه بتاع اهو، كان على الارض بيقعد في رجلي تمام، هو واخد على كده تمام، وده الشاب الصغير اهو تمام. ف يوم ورا يوم حاول مع فرد الحمام ما تزهقش ما تيأسش، خلي بالك طويل، اقعد مع الحمام شويه، اقعد مع الحمام مثلا نص ساعه ولا ساعه في اليوم، وفي النص ساعه ولا ساعه في اليوم ديت تخلي مثلا 10 دقايق ربع ساعه تلعب فيهم فرد الحمام دوت او الزغلول دوت او الشاب ده، لحد ما تعوده ان هو ان انت بالنسبه له امان، وان انت بالنسبه له عادي، وان هو ما يخافش منك. وبرده هحاول في الايام اللي جايه ان انا هدرب فرد الحمام ده، هصبر يعني. انا بص انا يعني ما بقتش اطلع الحمام اقعد معاه مده طويله زي الاول، لان طبعا ظروف الشغل وظروف تعب وعناية وبتاع. فهحاول برضو في الايام اللي جايه ان انا اشتغل على فرد الحمام ده، عشان هعمل لكم فيديو باذن الله لما ياخد عليا ويتدرب كده ويبقى حلو ويسمع الكلام زي التاني، هعمل لكم فيديو هوريكم فرد الحمام بعد ما يكون فيه ثقه وما يكون واخد عليا كده، وبدا ان هو ايه يحس بالثقه من ناحيتي واحده واحده. الموضوع طبعا يا جماعه بياخد فتره طويله برضه، عشان ما تستعجلوش، الموضوع ممكن ياخد له شهرين ثلاثه اربعه على حسب ذكاء فرد الحمام، وعلى حسب ذكائك انت في المعامله مع فرد الحمام، وتشجيعك لفرد الحمام ان هو ياخد عليك على طول تمام. فاصبر وما تستعجلش، والموضوع هيجي واحده واحده كده، هتلاقي فرد الحمام يتعود عليك. ممكن تعود كذا فرد حمام، بس لازم يكون فرد الحمام اللي انت بتعوده ده في منه قابليه، فرد الحمام شجاع، فرد الحمام بيجي بيستجيب للحركه بتاعتك، وبيستجيب مثلا للعبك معاه والكلام ده، وعنده قابليه ان هو يتعود ويتعلم ان هو يقف على ايدك ويقف على كتفك وياخد ثقه من ناحيتك. فما تستعجلش، الموضوع هيجي واحده واحده، ويا رب اكون عملت فيديو حلو كده يوصل لك معلومه حلوه مفيده كده، وتكون استفدت من الفيديو دوت، وتقدر ان انت تطبقه عملي وتحس بنتيجه كويسه، وتكون مبسوط ان انت بتعود الحمام عليك، وتلاقي فعلا فرد الحمام بدأ ياخد عليك. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو انت اول مره تشوف قناتي، لو انت مشترك اتاكد ان انت فعل الجرس، واعمل لايك على الفيديو واعمل مشاركه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم مريم التونسي.